نتكلم عن لكن التطعيم مش شرط انك انت خدت الطعم انت اصبحت غير حامل غير مصاب. ده بالعكس كمان، انت لو شايل لو خدت التطعيم انت شايل الفيروس وتعدي بدون ما يظهر عليك اعراض، يعني بتنشر المرض. لا افهمها، انا خدت من شهر استرازينيكا، انا خدت استرازينيكا. انت ممكن حضرتك بتشرع عليك يعني تبقى عندك الفيروس وحمله ومش ظاهر عليك وتعديني وتعدي احمد بيه. ازاي؟ لانك انت جسمك بدون اعراض. بدون اعراض، عشان كده بنوصي واحمد جاله كورونا عشان كده بنوصي كل واحد ان لازم حتى لو طعمت ما تشيلش الكمام، لان التطعيم اولا مش 100% هيحميك، ودي حاجه ما فيش حاجه في الدنيا 100%. تاني حاجه ان الفيروس ده انت ممكن تحمله تشيله وما يظهرش عليك اعراض وتعدي الناس كلها، تعدي اهل بيتك. يعني اكون مطعم وخدته من حد شايله صح كده وانقله لحد تاني ومش ظاهر عليك اعراض. مش ظاهر عليا.